باهي لهنا باش نحلو البي الموديل هذا انترسكشن ام دي ال. باهي هذا اش فيه؟ دونك فيه البياسات اللي الفوق واللي اللوطه دونك ماهمش كونيكتي، ما يبارطاجيوش دونك الميم ايج ولا الميم بوان. دونك هذا باش يعمل لنا مشاكل في الميش جينيريشن. دونك باش نعملو ايديت موديفاي موديل ديتكت انترسكتينغ فيسز باش نلقاو 362 انترسكسيون، وباش نصلحوها دونك باش نعملو ايديت موديفاي موديل اكستراكت انترسكتينغ ايجز. دونك جيني عبارة باش نقولو له جينيري لي ليني بارتاجي اونتر لي دو بيس. نجي لهنا انترسكشن ريبليس فوالا. دونك هذه هي البيس نتاعنا كيما نشوفو لنا. دونك باش نجي لهنا نعمل ايديت مثلا موديفاي موديل ديتكت انترسكت. لهنا قالي راهو فما 362 انترسكسيون عارف اوت. كيفاش نصلحو؟ باش نمشي ايديت موديفاي موديل اكستراكت انترسكتينغ ايدجز. اوكي سي بون برانسيب، ولاو مربوطين ببعضهم. دونك نعملو رو فيريفيكاسيون فوالا. دونك الموديل قالي ما عندو حتى انترسكسيون سي بون. باهي باهي لهنا عندنا ريموف ايزوليتد كونسيستنت ايدج. دونك هذه كيما قلنا باش نعملو بها عباره بلوز مو اناليز باش نحلو دونك الانجكشن بورت هذه ام دي اي باش نعملو ديتيكسيون د انترفيرونس كالعاده باش نلقاو 136 اون برانسيب باش نحاولو نصلحوها المره هذه بريموف ايزوليتد كونسيستنت ايدج. دونك باش نمشي لهنا فايل اوبن انجكشن بورت ريبليس. باه دونك عنا البيسه هذه كيما نشوفو لنا. باه دونك ديتكت انترسكشن شفت لهنا عنا 136. باه دونك عملنا ديتكسيون باش نمشيو ريموف ايزوليتد كونسيدنت ايدج. دونك ايديت موديفاي موديل ولهنا ريموف ايزوليتد كونسيدنت ايدج. اوكي باه لهنا عطاني نفس الرابور براتيكمون نتاع ستيتوس. دونك لهنا اش قال لي؟ قال لنا دونك هذوما ثلاثة باش نعملو لهم مارك. دونك هذي وهذي وهذي باهي. وبعد كده باش نعملو اكزيكيوت. باهي لهنا اش عندي؟ لهنا براتيكمون صلح لي بروبليم الكل كيما نشوفو.